مهمه جدا. رحت في مره الدكتور قلت له انا طالع لي طفح على جسمي كله لونه عجيب جدا اخضر كده، وفي كل طفحه فيها حاجه موف، يعني في فن تشكيلي غريب حصل في جسمي كده. بص لي بقرف قلت له انا ما اعرفش هو معدي ولا لا. قال لي مش حكايه معدي، وريني. قلت له بص حضرتك، قال لي وريني تحت. بص هنا، قال لي لا وريني كله. حضرتك هو نفس هو بص حضرتك يعني ده اتعلم بالماوس كنترول سي كنترول في بيست 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 كل حته، فدي هي هي. قال لي اه ما هو من القرف واللعب والديل المعوج. ايه المعوج ايه؟ حضرتك انا ما بعملش حاجه خالص، انا رجعت فيرجن. انا خلاص انا يا ابني نسيت الحاجات دي من ساعه ما قعدت على كرسي الوزاره والله، يعني مفيش. قال لي لا لا هو اتفضل انت، وعامل لي معامله سيئه جدا. رحت الدكتور تاني بيتكلم مش جادجمنتال يعني وبتاع، فقال لي اه ده لان انت بتغسل في مغسله. دكتور بيتكلم كلام موزون لدرجه ان انا كنت اساله عن اسوان بقى لو يعرف يعني شنو. ايوه قال لي لا ده عشان غسلت في مغسله وكلام كده، فاضطريت اغسل في مغسله رغم ان انا غسلت الكريم والسجاد والحاجات. وعندي ازمه ان في منشر، المنشر بتاعي هو ملتقى ادبي وثقافي لكل الطيور في المنطقه، الناس كلها بتنشر زي الفل، الهدوم فرحانه، في استعراضات بتحصل قدامي، الا انا في حاله تلقي الصدمه. الغسيل عندي حزين كانه على المقصره بالجدار ومستني. وانا لاني سريع التصرف والبديهه وعظيم جدا جبت رقم مغسله وقلت امر الله. بدورت على النت بالصدفه، كنت نازل وانا ماشي كده ايه ده جنبي هنا اهو، رحت لقيت انسان شاعر عاميه مبتسم ومبتهج وبيشتغل بضمير جدا. فسالته على الاسعار بهدوء بعد ما قلت له مساء الخير، قال لي مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. يا حضرتك مش عارفني؟ لا والله انا الساكن الجديد المهزق هنا، اي حد بيحط عليا انت بتحترمني ليه؟ يا زهر مش هتفضل. قلت له الاسعار ايه؟ قال لي مش عارف ايه ب 3 جنيه؟ ايه ب 2 جنيه؟ ايه كنت اسال على الاهرام اشوف التاريخ النهارده كام؟ يعني الارقام دي ده انت كنت تغسل بريقك الحاجه رخيصه جدا رخيصه جدا. قلت له حضرتك متاكد من الارقام دي؟ قال لي اه. قلت له طبعا عموما انا ما بحبش اكوي الهدوم، بحب تبقى نظيفه بس، ممكن ادفع لك زياده شويه وتحط داوني؟ قال لي ما انا بحط داوني. حضرتك بتروح بكام في الاخر؟ الارقام دي قليله قليله جدا. حضرتك بس ساكن فين؟ راجل اب جدا كان ناقص يحطني على رجله يهشكني من كتر راجل ودود جدا. قلت له بس حضرتك انا محتاج الهدوم دي تبقى ناشفه النهارده ضروري لان انا مسافر الصبح بدري جدا رايح اسكندريه. وعد الكلمة دي، الكلمة دي يا جماعة غالية جدا. وعد، عارفين كلمة وعد؟ في بياع قالها وعد، وهو مبتسم ومستقبلني مبتسم ولسه ما اعرفه وانا نازل بالبيجامة، فمش شكلي يعني ان انا معايا فلوس، ولكن في سبيل الله خد مني الهدوم. وبالفعل الهدوم جات لي بالليل بعد ساعتين زي ما قال لي كلها مبلولة وتتعسر تنزل مية من ريقه. كلمته يا استاذ سامح، حضرتك قلت لي في التليفون ان القميص بس هو اللي مبلول شويه، الهدوم كلها مبلوله يا استاذ سامح، هل في سوء تفاهم؟ هلا هما كده ناشفين. اه اوكي ده حضرتك مش كفيف، حضرتك فقدت حاسه اللمس. اوكي يا استاذ سامي. قال ايه ده؟ هما مبلولين؟ قلت له اه غرقانين. هنعمل ايه يا استاذ سامي؟ قال لي حطهم بسرعه على اي كنب عندك او ما هو هيتبل. قال لي للدرجه دي؟ اه للدرجه دي يا استاذ سامي. قال لي طب هنعمل ايه؟ قلت له
قلت له كل حاجه وليها حل يا سيدي.